إذا للوقوف عند تداعيات إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد ورد فعل الميليشيات في العراق عليه متناسية جرائمها المماثلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. يعني كما تتابعون، لا تزال تداعيات إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد تتصاعد، سواء من تركيا أو المغرب أو الأردن أو حتى منظمة التعاون الإسلامي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دكتور، لماذا تتكرر مثل هذه الانتهاكات بحق المسلمين وبحق مقدسات المسلمين؟ ما السبب في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد كيد الكائدين عن ديارنا وعن ديننا وعن مقدساتنا. الأمر حقيقة أن هذه الدول هي تعلن بشكل واضح عداءها للإسلام وللمسلمين، ولطالما انتهكت حقوق المسلمين بشكل منتظم، لأن هذه الدول ليس لها رادع. لو أن الدول الإسلامية التي ننتمي إليها، سواء المنظمة المؤتمر الإسلامي أو الدول الإسلامية بشكل عام، اتخذت خطوة واحدة وهي قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة أو تلك التي تسيء إلى مقدساتنا، ومن يسيء إلى مقدساتنا يسيء إلى شيء عظيم نعتقده، وهو يعلن الكراهية لنا علناً. هل نجرأ على ذلك؟ لو جرأنا، لو 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 تجرأت مجموعة من الدول المصدرة للنفط مثلا على العمل على قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع أي دولة تعتدي على مقدساتنا وتعلن الكراهية بهذا الشكل الذي يخالف مبادئ حقوق الإنسان الذين يدعون بها والأمم المتحدة والتسامح بين الشعوب وما إلى ذلك، لما تجرأت هذه الدولة أو تلك على أن تعلن صراحة دعمها لهذا العمل. وهذا ليس عملا فرديا، هذا عمل منظم. هناك حزب في السويد يعلن صراحة هذا التوجه، وهو مسؤول تيار كبير في السويد. ولاحظ أنه العملية استغلال كل شيء ضد المسلمين، من أن أخذ الأطفال المسلمين وإجبارهم على اتباع مبدأ المثلية وما إلى ذلك، وهو جرائم متعددة. فإذا هذه التداعيات تعلن صراحة شكل العلاقة ما بين الدول الإسلامية التي تنشد السلام واسمها السلام ومشتقة من السلام، وتتعايش بشكل ودي مع كل البيانات الأخرى في ما بينها. ولو أن العملية معكوسة، لو أن مسلما واحد قام بحرق الكتاب المقدس الإنجيل المقدس في أي دولة عربية أو إسلامية أمام كنيسة، لوجدت أن العالم كله يقوم ولا يقعد. ولا العمل هذا العمل الإجرامي الذي قام به هذا الشخص هو عمل ممنهج، عمل سياسي مدفوع مخابراتيا، ويستند إلى عدم جدية هذه الدول. أنا لما أتكلم بحرقة عن أن نحن ماذا نستفاد من السويد أو غير السويد، ما هي الفائدة الاقتصادية التي ممكن أن ننحرم منها عندما نقاطع السويد اقتصاديا؟ أنا أجد أنه خلال مجريات الأحداث لا نستفيد شيئا. من المتضرر هي التي ستضرر، وعندما تضطر مصالح الناس سوف يثور الناس السويد على هذه التصرفات ويمنعوها في طيب دول دكتور. السويد وغير السويد، ولكن هذا لم يحدث. المدعو سلوان موميكا كشف أنه عنصر من عناصر الميليشيات في العراق، ما هي دلالات ورسائل ما قام به موميكا؟ أخي الكريم، هذا الرجل هو ينتمي للحشد الشعبي كتائب الإمام علي، وأول ميليشيا أسسها تابعة لكتائب الإمام علي هي اسمها روح الله، ومعلن عنها، وهناك لقاء معه على أحد القنوات، وعاث فسادا في الموصل وفي أهل الموصل. وانتمى لأكثر من جهة متطرفة، فهو ابن الحشد وابن الميليشيات التي قامت بأشنع من هذا الحدث بكثير، فقتل النفس أكثر حرمة من هدم الكعبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالقضية ليست قضية الادعاءات وقضية هذا ابن الحشد، ومن الكتائب التي قام الحشد بتدريبه والقتال معه على هدم المساجد وقتل الناس في الموصل وعلى يدهم. فبالتالي لماذا نستنكر عنه هذا العمل؟ عندما تحرق مسجد بمسلمين هذا عمل مباح لك، أما أن يقوم هذا الشخص نفسه اللي أنت دربته وتعتبره مناضل من مناضلي الحشد يقوم بحرق القرآن في دولة في السويد، هذه جريمة لا تغتفر. ما أنتم حرقتم من المساجد وقتلتم ما لا يصدق العقل. ولكن دكتور، قادة الميليشيات دفعوا أتباعهم بالتظاهر أمام السفارة السويدية، كيف تنظرون إلى هذا الموقف؟ هذا نفاق واضح. هذا نفاق واضح. الميليشيات قامت بتفجير مسجد، بحرق مسجد قبل أقل من شهر في توسفرماتو، وقامت الميليشيات بهدم أكثر من 200 مسجد وعلى يد أنظار الجميع، ومسجد مصعب بن عمير خير شاهد، والمساجد التي هدمت في بيجي وفي الأنبار وفي الفلوجة وفي ديالى وفي بغداد وفي كل مكان على قدم وساق. هذا الكلام الذي قاموا به حقيقة عمل استعراضي لا يمت لأخلاقياتهم بشيء، هذا تغطية على الجرائم التي ارتكبوها. الميليشيات قامت بالقتل العمد للمسلمين في مساجدهم وحرقت القرآن الكريم، واتخذت من هذه الأعمال شريعة واضحة بدون رادع. كم من مسجد هدم وأحرق وأحرق فيه؟ أليس القرآن المساجد تحتوي على القرآن؟ عندما تحرق المساجد بهذا العدد الكبير والاعتداء على المسلمين وهم يؤدون الصلاة، هذه جرائم يغض النظر عنها القضاء العراقي، وهذه الميليشيات الآن تتظاهر بهذا الشكل الاعتداء على كل من يعتدي على القرآن الكريم سواء كان يشهد أن لا إله إلا الله أو غيره فهو كافر، لأنه أساء لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كافر بالجرم المشهود باعتراف كل المذاهب وبكل الأديان إلا إذا هم لديهم دين آخر. أما أنه هذا حلال وهذا حرام، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أليست هم سعوا في خرابها؟ أليست هذا الوصف ينطبق عليهم؟ فلا يقومون بهذه الأمور التي تريد التغطية على جرائمهم. أنتم قمتم بالفعل الأشنع مما فعل هذا. هذا يقول أنا ملحد وأدافع عن السويد وعن المجتمع السويدي، ولكن نعم. ماذا فعلتم أنتم بالمجتمع العراقي؟ ماذا فعلتم بأهل الناصرية؟ ماذا فعلتم بثوار تشرين وحرقتموهم وهم يتظاهرون من أجل حقوق أقل من ذلك؟ فإذا العملية عملية الدعاية الإعلامية الرخيصة، أنا أعتقد هذا. أما أنهم من يكون حريص على الإسلام وعلى القرآن عليه أن يحترم كل ما جاء به القرآن الكريم وأن لا يتجاوز عليه. من قام بحرق القرآن الكريم وفي المساجد هم هذه الميليشيات أنفسهم، فهذا لا يبرئهم أمام الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا يضحكون على الناس فإن الله سبحانه وتعالى يمكرون الله، والله خير الماكرين. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.